يسأل أحد المشايخ دكتور في الشريعة عن فتوى كشف الوجه إنه يجوز، فقال له ما عليك هذه فتوى أصحاب الأهواء. وتعليق الشيخ مسألة كشف الوجه يا قد ذكرناها أمس، وذكرنا الخلاف فيها بين أهل العلم، وأنه خلاف بين أهل السنة المعتبرين وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين ابن عباس وابن مسعود ومن دون ذلك، فليس هذا من أهل العلم. البعض ربما يتجرأ ويأتي بمثل هذه العبارات، يعني ماذا نقول له، كيف يوجهه؟ نسأل الله أن يهديه ويوفقه، ولعله مجهور في اجتهاده. لكن بالنسبة اللواتي كنا يكشفنا بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابيات الفضليات، لسنا من أهل الأهواء، وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أهل الأهواء.